مهندس مدني زيه زي شباب كتير بيتخرجوا من كلية الهندسة. صحيح ان انت حاولت ان انت تأهل نفسك اكتر بانك تدرس خارج مصر، قدمت افكار مختلفة، بس عايزين نعرف القصة بدأت ازاي وازاي قدرت ان انت تعمل شركة من اكبر شركات المقاولات، كمان اشتغلت في مجال صناعة المنسوجات. حضرتك بقى ادواتك للنجاح بدأت وهي ايه بالتفصيل؟ والله انا فعلا ابتديت في اول ما ابتدينا في شغل الشركات شركه مقاولات على في مصر، واشتغلت يقارب ال 20 سنه في المقاولات. نفذنا مشروعات كتير على مستوى الجمهوريه، كانت الحقيقه فيها مشروعات متنوعه. اول مشروع من اول مشروعات اللي نفذناها في كان حديد، مشروع الحديد والصلب للدخيله مع بالاشتراك مع الجماعه اليابانيين. نفذنا المشروع 7 مصانع غير محطة الكهرباء اللي هناك، وده كان احدى المشروعات اللي كانت عاطية وزن واحتياج كبير كان للسوق المصري الحديد التسليح، العملية الهامة الخاصة اللي داخلة في الانشاءات. كان عندك كام سنة وقتها وكنت بتشتغل في ايه؟ اهميها انا كان عندي حوالي 28 سنة ودخلت في هذا المشروع الحقيقة، ونفذناه على كذا مرحلة، وده من ضمن احدى المشروعات اللي منفذينها على مستوى مصر. لكن في مشروعات تانية كتير الحقيقة في مجالات متنوعة، كان في مجال البترول، في مجال الخاص بالصناعة، من ضمنها كان مصانع أسمنت الغربانيات في اسكندرية. في غرب كل ده كنت لسه موظف في شركة مقاولات؟ لا، دي كنت بنفذها كشركتي الخاصة. يعني مهندس دي الشركة الخاصة بي. المشروعات اللي أنا اشتغلت فيها وأنا لسه كنت موظف قبل كده، فأول ما ابتديت يمكن أول سنتين أو ثلاثة كان برضو مشروعات خاصة بالبترول، وعملنا مشروعات كتير الحقيقة، مستودعات شركة اسكندرية للبترول في منطقة الماكس، ومستودعات الكروية الخاصة كانت بتخزين البترول، تخزين البوتاجاز، لأن البوتاجاز كان فيه مشكلة في أنبوبة البوتاجاز أياميها. من أياميها لحد دلوقتي؟ لا، لحد دلوقتي انا اعتقد المفروض تكون اتحلت المشكله ده بدخول الغاز وخطوط الغاز اتوصلت للبيوت. قبل كده كان المشكله كان لازم انبوبه، الواحد يروح يغير انبوبه يعملها. النهارده اعتقد خدمه الغاز دخلت عن طريق المواسير مباشره للبيوت، ودي سهلت حاجات كتير ووفرت الغاز جوه البيوت بطريقه امنه. فاكر اول مشروع بداته كان راس ماله كام ودخولك في قطاعات؟ يعني حضرتك قطاعات عملاقه، يعني عمال تكلمنا على اسماء مشروعات والغاز وشركات بترول وانت لسه بتبتدي الحياه، اشتغلت في كل المشروعات دي؟ والله انا يمكن من المهندسين المحظوظين ان اول ما اشتغلت في شركه كانت تتبع الشركه المصريه للعمل البترول، وكانت اياميها في شركات اجنبي موجوده في مصر. هذه الشركات الاجنبي كانت بتعمل في عديد من المشروعات البتروليه، فانا كان من حظي ان انا كنت ممثل الشركه دي جوه الشركات الاجنبي، فاشتركت في تنفيذ يمكن اكثر من 20 او 25 مشروع على مستوى مصر، متخصصين في صناعه البترول والمعامل البترول وخطوط التوصيل للبترول وخطوط الغاز. فكان عندي حظ كبير جدا ان انا اشتغلت في اعمال ميكانيكيه وكهربائيه ومدنية. كان عنصر رئيسي في نجاح، لكن أدواتك للنجاح كانت إيه؟ أنا شفتك بتفكر بفكر مختلف، عمال يعني وحضرتك بتشرح لي قبل الحلقة وبتقول لي فكرة الخرسانة والحديد وإن صحيح. كنت أول من استخدمها في مصر. طيب الأفكار دي كانت بتقعد تفكر فيها إنك عايز تفكر في حاجة مختلفة، ولا جبتها من الغرب ومن دراستك بره إن إحنا أو هم سابقنا بكتير؟ هو دي الحقيقه، هما طبعا بره مسبقنا بكتير في التطبيق العلمي. المشكله عندنا في مصر الكبيره ان ما بنطبقش البحث العلمي في حل المشكلات اللي بنواجهها في مصر. كان من ضمنها زي ما حضرتك ذكرتي استخدام حاجه اسمها الكومبوزيت سيكشن، اللي هو استخدام الحديد مع الخرسانه في عمل انشاءات واسقف بسبانات او مسافات كبيره جدا من غير كمر سائط. والحقيقه دي مستخدمه بره كتير، فانا من ضمن الحاجات دي طبقتها في مصر وبدات اعمل بينها جزء كبير من مصانع مصر تم انشائها بهذه الطريقه. لكن دي مش حاجه الوحيده، الحاجات الكتير الموجوده بره مصر التطبيق العلمي ان هم بيستخدموه لتبسيط وترخيص الحل الانشائي وتوصيف العلم في خدمه البشر من خلال تطبيق التطبيقات العمليه والعلميه في المشروعات. وده كان من ضمن الحقيقه اكتر من بحث كنت قريته واطلعت عليه وبدات اطبقه بنفسي جوه الشركات اللي انا بشتغل فيها. والحمد لله نجحنا في ان احنا طورنا كتير من المشروعات في مصر
بتطبيق العلمي ده.